وهذا المؤتمر حقيقي في غاية الأهمية، بننتظره كل عامين من المشاركة فيه والمشاركة مع الآخرين من الأكاديميين والقضاء والمحامين لتبادل الآراء وسماع آخر التطورات. ومشاركتي النهاردة كانت في إطار الدور، يعني كان تحليل قانوني اقتصادي اللي هو الإيكونومكس لتنفيذ أحكام التحكيم ومدى وجود حافز أو ردع للشخص الذي يخسر دعوة التحكيم في أنه يؤجل ويعطل من تنفيذ هذا الحكم والاستفادة اللي تحصل له. ويمكن كانت النتيجة أن احنا في ثغرات يتم استعمالها وتضر بالشخص اللي كسب حكم التحكيم، وأيضا تؤدي إلى تعطيل أو إشغال المحاكم بلا فائدة وعدم وجود ما يردع هذا الشخص الذي يسيء استعمال حق التقاضي. لأن لو جينا نظرنا من ناحية اقتصادية هنبص نلاقي إن اللي هيحصل إن هو بيكسب أكتر لو عطل، لأن القيمة الحقيقية للحكم أو للمال بتتأثر بالوقت، والفايدة العادية الفايدة القانونية لا تغطي مثل هذا الضرر الذي يحدث، ولا تغطي أيضا الإشغال اللي حصل لمرفق القضاء والتعطيل اللي حصل. وبالتالي طرحنا بعض الحلول لذلك.